أنا جيت كتير عليك يا عزة. عارفة ليه؟ عشان أنا كنت مسنود على اللي بينا ومأمن نفسي بيه جامد. لا يا هشام، أنت كنت متأمن عشان أنا كنت تحت طوع. ترميني وقت ما تحب، تجيبني وقت ما تحب، على كده أكون مزاجك، وأنا ما أقدرش أفتح بقي ولا أقول لا. بس أنا بقى يا هشام معاك عمري ما كنت متأمن. اللي ارتيك يا عزة عشان اعمله وتحس انك متأمنة؟ لا، انا حالفة بأيمانات الله كلها على نفسي. من ساعة الحفل المنيلة اني مطلبش منك حاجة تانية يا شام. انت لو شايف حاجة عايز تتعمل، عايز تعملها اعملها، مش عايز على كيفك، محدش هيجبرك على حاجة. وانت عايزة تبقي معايا يا عزة؟ طب ما انا معاك اهو. لا معايا اهو، بس انت عايزاني. لا دي بتاعتك انت المرة دي بقى، اثبت لي اللي انت عايزني وبعدين نبقى نشوف. طب اسمعي بقى اللي انا هقوله ده، عشان كلمتين ابرك من جورنال. نكبر سوا، اهلا بك في عالم شامل. هتركبي بقى دماغك، هصغر انا دماغي وهقلب اصلي معاكي. طب وعلى ايه كل ده؟ بخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، مش بيقولوا كده؟ مفيش مشكلة، كل واحد ياخد حقه وكل واحد يروح لحاله. حقه؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ عشان مش فاهم. أنا بسطها لك، في وصلات أمانة أنت ماضي عليها. وصلات أمانة بتاعت إيه دي؟ أنت مش قلت لي إنك قطعتهم؟ بس يا عزة بس، دي كدبة بيضة. أصل الدنيا علمتني إن أنا مرميش أي كارت كده من إيدي عشان ما افتحش باب للشيطان. شيطان إيه؟ شيطان إيه ده؟ أنت شيطان يعمل لك حساب؟ شيطان يخرب بيتك، يخرب بيتك، بس الشيطان نفسه يخرب بيتك. دي بقى واسمع الديل الجديد، أنا مش هقف في طريقي ولا عمري أغير من نجوميتك أبدا. بالعكس، دي طاقة خير واتفتحت لنا عزة. أنا بس هاخد منك 50,000 جنيه غرام التغفيل، وهسيبك تشتغلي مع اللي انت عايزاه، بس أي مصلحة هتجيلك أنا اللي أدورها، وفيفتي فيفتي. ويمين بالله يا عزة، أي مصلحة تتعمل من ورا ظهري هزعلك جامد. يا بنت أنا قلتلك 100 مرة، انت بتاعتي يا بنت. اه كنت فاكره ان القصه قصه فلوس، بس لا لا خالص. انا بس عايز ابقى جنب منك، حاجه عليكي. الدنيا وحشه قوي عز، او اوعي في حياتك تامني لحد غير لما يكون الحد ده بيحبك وبيخاف عليك. في حد بيخاف عليك قد ايه يا بنت؟